مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا وعيد سعيد وكل سنة وأنتم طيبين. سهرة عيدية نستضيف فيها نخبة من فناني الفن التصوير الفوتوغرافي. رحبوا معي بالأستاذ حيدر فؤاد، مدير التصوير وصحيفة الإمارات، صحيفة الخليج الإماراتية. أهلا وسهلا أستاذ حيدر. أنا سعيد بك وسعيد بهذا اللقاء، وحقيقة عدة فرحات في هذه اللحظة تنتابني أتحدث إلى قناة سودانية وأتحدث في أيام العيد السعيد، فكلها فرحة وكل عام وأنتم بخير. نحن أيضا سعداء. أيضا رحبوا معي بالفنان والمصور بوكالة الإمارات للأنباء الأستاذ النعمة فرح الخالدي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، كل سنة أنتم طيبين، ربنا أعاد عليكم الأيام الجميلة هذه، وأعتقد أنها أيام خريفية طبعا ومعها العيد يعني، فالحمد لله. رحبوا معي أيضا بالكوميديان الفنان أمير أحمد. كل سنة وانت طيب أستاذ الصادق، كل سنة وانت طيبين الحضور الكريم والمشاهدين الأعزاء في كل مكان، كل سنة وانت طيبين، ونتمنى أننا نشاهد سهرة جميلة إن شاء الله. أيضا سعداء أن يكون معنا الفنان خالد عبد الرحيم. أهلا وسهلا. مرحبا أخي الصادق، و مساء الخير على الحضور أمام وخلف الكاميرات، وفرصة سعيدة أن نعيد على الناس اللي إحنا معاهم، وعيد سعيد، ربنا يديم الفرح إن شاء الله، وعلى كل السودانيين وبالأخص الأمدرمانيين، لأنه إحنا أمدرمانيين طبعا وبدنا نعتز بالمساء. وجميل أنه حنطلع على الناس عبر قناة أمدرمان، يعني عيد سعيد لنا. طيب نغني بتذكرك أحمد شاويش. بتذكريك أنا بتذكريك أنا بتذكريك، وقت الكلام يصبح صعب والليل يودر في النعاس. أنا بتذكريك والله بتذكريك، وقت الكلام يصبح صعب والليل يودر في النعاس. وقت النجم يتلالى زي عقيدا بيضوي عليهما. وانا في المداين الضايع ضايع لي زمن، دنا في المداين ضايع ضايع لي زمن. غريب عيون سرحان على الأرض الغريبة، وبسأل الشوق عن وطن. دنا في المداين الضايع ضايع لي زمن، غريب عيون سرحان على الأرض الغريبة، وبسأل الشوق عن وطن. أنا بسأل الناس عن شوارع فيها سافرت ومشيت. أنا بسأل الناس عن مداينا فيها تأتيت ومشيت، وعن كلام داير أقول، وعن كلام داير أقول، قلت فيه يا ما غنيت وبكيت.
وعن عيونك كيف بتفضح فيها أحلام اللماني، كيف بتصبح لهجة تانية مع الأغاني، كيف وعن عيونك كيف بتصبح فيها أحلام اللماني، كيف بتصبح لهجة تانية مع الأغاني. أنا والسفر خلاني أشتاق للسفر، أنا والسفر خلاني أشتاق للسفر، أنا السفر خلاني أشتاق للسفر. كان القلي كان القلي أنا 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 هو القلي أنا والله، كان القلي أنا 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 كان القلي خاطرا سمع، كان كلمة واحدة أقولها وداوي الجرح لو القلي، كان القلي أنا 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 لو القلي أنا والله، كان القلي أنا 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 كان القلي خاطرا سمع، كان كلمة واحدة أقولها وداوي الجرح لو القلي، كان القلي أنا 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 لو القلي أنا والله، كان القلي أنا 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 كان القلي خاطرا سمع، كان كلمة واحدة أقولها وداوي الجرح. كم مرة في عينيك يا نسى ومرة أمسى ومرة ياخذني النعال، كان مرة في عينيك يا نسى ومرة أمسى ومرة ياخذني النعال، كان مرة في عينيك يا نسى ومرة أمسى ومرة أرسى ومرة ياخذني النعال. وكيت النجيم يتلالى زي عيد بيضوي عليه غمام، 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 وكيت النجيم يتلالى زي عقد بيضوي عليه. كل سنة طيبين مشاهدينا الأعزاء، كل سنة طيبين ضيوفي. نبدأ الأستاذ حيدر فؤاد، بما أننا نحن في العيد وسهرة عيد وبنتكلم عن الصورة الفوتوغرافية وصور العيد، هناك عدة صور، العيد في الريف والعيد في المدينة والعيد في البيت الكبير، في صور كثيرة عالقة بأسهاننا وأيضا أسهان المشاهدين، يا ريت لو تحدثنا عن صور العيد. حقيقة خلانا نبدأ بصلاة العيد، يعني انتاز. كمية البياض والجلاليب البيضاء والصلاة وسمعان الخطبة ثم بعد ذلك التلاقي، وحقيقة التلاقي السوداني يعني عنده ميزة عجيبة، ما تصور إنه لما القلب يلتقي بالقلب النبضة تكون واحدة، صحيح. والحب يكون واحد، فبعد كده بعد ما نلتقي ونقول كل سنة وأنتم طيبين عيد مبارك، ندلف على البيوت، ما في بيت ما بتدخله، ما في بيت ممنوع، حتى يعني حتى الدخول إلى أقول إيه الدخول الداخلي للبيت الداخلي اللي هو بيت الأسرة مسموح به، هو التلاقي بالفتيات والتلاقي وكل بيت سوداني له ما يميزه. نعم، وكل بيت سوداني له، وكل بيت سوداني نشوف الحبوبة اللابسة الملابس الجميلة. نعم، نشوف الأطفال بيلعبوا في الحوش والحرص على الكلام والابتسامات والطيبة. صحيح، كل هذا يعني يندرج في البيت السوداني، تزيين البيوت وتزيين الشوارع والفرحة نفسها صورة. أي نعم، موجودة. نعم، في، نعم، في وجوه كل. نعم، السوداني. بالتالي الأطفال أيضا والعملية بتاعت العيدية اللطيفة وكل هذه المشاهد بتخلي في ألق للفرح وجمال في الروح، فالعيد في السودان حقيقة من أجمل الأعياد الإنسان بيشاهدها. الصور الذهنية الموجودة في الأعياد ممكن تتحول لواقع، يعني ممكن تتخيل صورة معينة في العيد وتحاول يعني تصورها بكاميرا يعني أو تألف مشهد معين لصورة هي ما موجودة في الواقع قدامك، لكن
هي عالقة في ذهنك من أيام الطفولة أو في العيد أو في أي موقف آخر؟ هو شوف العيد طبعا من أهم الميزات الصورة العائلية أو صور الأصدقاء مع بعض، صور الرحل دي كلها في العيد بتتجمع، يعني نادر مع التقنية والتكنولوجيا الحديثة. صحيح. حتى كاميرا الموبايل دلوقتي بقت تخدم خدمة كبيرة جدا في هذا المجال، بحيث أن تبقى الصور تذكارية وأي ناس يتلموا في صورة بيستعيدوا كثير من الذكريات والحكاية ومكانه وزمانه وعلاقاته، فبالتالي الصورة أنا أفتكر يعني ذكرى لا تنسى. أكيد. أنا حنرجع أكمل في السياق. أستاذ النعمة، أستاذ حيدر فؤاد يتكلم عن الصورة في العيد بشكل عام وما خصص الفترة اللي هو كان بيحتفل فيها بالعيد، لأن المسألة دي مربوطة بتاريخ وبزمن، وحتدخله في حتة في إنه حيقول لنا بسنة كم والحاجات دي، فهو زي الزاغ منها شوية كده. فأنا عايزك تحدثني عن بدايات الصورة. بدايات الصورة هي بدأت مع الإنسان طبعا، لأنه طالما الإنسان بتصور يعني بخياله، بتصور أشياء بتحصل معنا، هي بدأت مع بداية الإنسان. نعم. إنما كانت تطور في التقنية بتاعت الصورة، النقلتها بشكلها المهول هذا والشكل التكنولوجي الجميل يعني. وإحنا لو لاحظنا إنه حتى قدماء العرب كان عندهم تصوير للطبيعة وللمشاهد اللي عندهم، وحتى عندنا في السودان كمان يعني. عندنا مثلا العبادي لما يتكلم عن 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 الورود وعن الفل وعن النرجس وعن هذا ما شافه هو، لكنه سمع فيه ودخله في الأغاني بتاعته. معناه تصوروا، تخيل صورة معينة، تصوروا ونزلوا لأرض الواقع. فهكذا. نعم. هي بداية الصورة طبعا. نعم. بداية الصورة من الناحية اللفظية، أو من الناحية الفعلية هي الصورة طبعا الرسم بالضوء. نعم. أنت تحدثت عن وجود التكنولوجيا في الصورة. نعم. وده بيقودني لسؤال، أنه الآن الصورة كثير من الناس بيقول لك الصورة دي مزيفة، الصورة دي ما معبرة، أو الصورة دي ما صادغة في, 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 في ملامحها. هل وجود التكنولوجيا في الصورة حسن من الصورة ولا أدى؟ وأنا بشير لوجود الفوتوشوب وتعديل الصور وفبركة الصور، هل وجود التكنولوجيا أضاف للصورة ولا الصورة المعبرة والصورة الحقيقية هي التي تتخذ بالكاميرا المباشرة من غير تعديلات ومن غير؟ هي الصورة الحقيقية. التكنولوجيا أثرت في 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 الصورة بشكل عام يعني من ناحية سالبة أنا أعتقد، يعني لأنه خال الفوتوشوب وتعديل وتبديل وهذه، فهي هي هي هذه عملية سيئة، كانت كارثة على الصورة يعني. صحيح. التكنولوجيا كارثة. صحيح. على الصورة. فالصورة الفعلية يعني هي الصورة اللي في خيال الإنسان. صحيح. نعم، في خيالك. لكن يعني تعديله يعني تعديله بواسطة التكنولوجيا قد يضرب الصورة. تعديله بضرب الصورة. بضرب الصورة يعني بضعف إحساس الإنسان فيها يعني. طيب. إحنا نشوف، عشان كذا بنشوف مثلا التصوير المرسوم اللي بتخيله الواحد ويرسمه، هو من أغلى يعني اللوحات يعني. إحنا نتحدث عن الحديث دي حنرجع لها إحنا. نعم. بعدين الصور. نعم. الصور المرسومة والصور الملتقطة بكاميرا. نعم. لكن أنا عايز أرجع أستاذ حيدر فؤاد، الصور موجودة في حياتنا والتوثيق بالصور موجود، ومنذ بداية الصورة كان في أول صورة للإنسان وأول صورة للطبيعة وأول صورة للحيوان، يعني في عدة صور اتخذت في الأول للطبيعة وللإنسان زي ما ذكرت بصورة. لكن في صور في القناء السوداني، أو في صور موجودة في الفن السوداني بصورة عامة، يا ريت لو تحدثنا ولو في نماذج. والله نحن حاولنا المسألة دي يعني في كثير من المحاولات الفوتوغرافية. يعني أتذكر بعض الأغنية اللي طلت وردة من السور. طلت وردة من السور دي يعني بالخيال الفوتوغرافي ممكن تشوفها. أي نعم، ممكن تشوفها. وممكن تستبدل الوردة بأشياء كثيرة وتكون برضو طلت وردة من السور. في الأغاني السودانية حقيقة في كثير من الصور الفوتوغرافية جميلة جدا جدا. يعني يقول مثلا اسبقنا الشوق قبل العينين، أنا أفتكر دي صورة ذهنية عجيبة. التحية لأستاذ سعد حاني
اي نعم الاغنيه الرائعه مرحب بك. فمساله هذا السبق بين الشوق والعينين انا افتكر في الشعر في الشعر في الشعر العربي ما اظن موجود. فدي كلها صور بتلقاها في اغانينا السودانيه. خير يا عشانا والدين ليهنا بيسالوك مننا. يا سلام. يعني دي امانه في امان للشرف، امان للانسان، امان. فده كله صور ذهنيه الواحد لو حول الفوتوغرافيا بيجد فيها محاولات جميله. سلام. ما في اثنين ثلاثه. استاذ النعمه توافقني الراي في انه الصوره من غير ابتسامه ما صوره. انا بتكلم عن صوره لاشخاص. واحيانا العكس يعني. العكس بتكون فيها أحياناً شويه يعني بعدك احيانا ندخل في جدل والله انه الصوره دي هي احيانا يعني ده مكشر ليه او ده ليه زعلان. احيانا الابتسامه الابتسامه بتلغي الصوره. الصوره على حسب الحدث طبعا. أكيد. الصوره النقلي بتاع انت الصوره هي تثبيت للحظه تاريخيه، لكن الابتسامه بتزين الوجه وبتطلعك فهذه اللحظه التاريخيه قد يكون الانسان فيها مش سعيد يعني قد يكون حزين حيضحك ليه، لكن كل الناس اللي بيشاهدوا الصور دائما بيبحثوا عن الابتسامه. نعم نعم. بيبحثوا عن الوجه. هذا يبحثوا عن الجمال يعني. طيب. هي الان نحن خلينا نبحث عن الابتسامه ونمشي للفنان الكوميديان امير احمد وخلينا نشوف. انا من الصور دي كده انا بحيي فنانين انا كلهم في السودان بقول لهم كل سنه وانتم طيبين. وعلى حس التصوير اديكم عبد الله البيو صورتك الخايف عليها. يا سلام. صورتك الخايفة عليها نحن ما خايف علينا الخايف عليها هكذا تذكر شيل معاها في عينينا صورتك الخايف عليها نحن ما خايف علينا انت صورتك ما أمانا كيف نفرط نحن فيها كنا نلجا يا ما انا في شجر ايا اموتيها في هواحه فيها راحه كل ما يتعب يزور فيهما بيملاها عينه كيف يخلي عيون تطولها صورتك الخايف عليها. شكرا حياك الله. نسمع نموذج ثاني. استاذ سمير دنيا أغالي بدمعي صفر أقول يا الله صبرني أغالي بدمعي صفر أقول يا الله صبرني على فراقك يا كل الناس سوى تحصيل يلازمني سوى تحصيل يلازمني. جميل جميل. استاذ النعمة استاذ حيدر نحن الان شفنا نموذجين، نموذج في اداء في حماس عبد الله الاستاذ عبد الله البعيد ونحن بنحييه، والاستاذه سميره دنيا في هدوء واداء برواقه زي ما بيقولوا. ونحن لو سمعنا نموذج ثالث يا امير. الاستاذ علي ابراهيم الحو ربنا يديه الصحه والعافيه ويقول له كل سنه وانت طيب. نحن قلوبنا ما نزل الخفي في دار وبيمشن دغري بالدرب المشهوب كبار ابشر والنادي. نحن قلوبنا ما نزل الخفي في دار وبيمشن دغري بالدرب المشهوب كبار ناسيات كالجبال كيف النقل حجار والبلد المحن لابد من يلون صغار. يا سلام. شندي شندي من جناينا جيناها وقت القيلة وقضينا فيها أياما مضت مضت يا حليلة. لو كان الأمور اتظبطت التظبيط لابد من نص البربر ونبيت الليلة. أيوة. شكرا جزيلا. شكرا شكرا جميل جميل. أشكر أمير الفنان أمير على هذا الأداء الرائع صراحة. ونرجع للحديث مرة ثانية أستاذ حيدر، الصور في الغناء السوداني وفي الفن السوداني بصورة عامة. شعرانا الموجودين حاليا لهم التحية ونطرحهم على
فارقونا، ولكن في صور توجدت في الأغاني السودانية بشكل زي ما تحدث الأستاذ النعمة، قد يكون الشاعر ما شاف الأغنية وتحدث عنها أو عكسها للمستمع بكلمات، والمستمع شاف الصورة الحقيقية للمشهد الموجود عند الشاعر وكثير من الصور. ولكن أنا عايز أرجع للأستاذ حيدر في الصور في الأغاني السودانية، هل دي ممكن زي ما ذكرنا صور العيد ممكن نعكسها لواقع؟ ممكن يعني ناخذ مشهد من أغنية ونطلع في صورة فوتوغرافية على الورق؟ هي قطع الشك يعني أي أثر فني في الإنسان ويدخل دواخله بيجد له مخرج. يعني الناس غنوا للطبيعة في السودان، غنوا لجبل مرة، غنوا للعيون، غنوا لكثير من المفردات ممكن تكون الصورة الفوتوغرافية تلعب فيها دور كبير. ما في اثنين ثلاثة. أكيد بالتأكيد. أستاذ النعمة، نحن كشباب ورثنا منكم ومن أكيد أخذنا منكم ورثنا من أجدادنا ومن أبهاتنا صورة جميلة عن الجالية السودانية وعن المغترب السوداني، إذا كان في دولة الإمارات أو في دول الخليج وفي العالم بشكل عام، إنه المغترب السوداني ترك أثر واضح، ترك صورة جميلة ومبهرة للناس بأمانته، بصدقه، بتعامله، باجتهاده في العمل. وأنتوا كنتوا امتداد لهذه الصورة الجميلة، ولكم العديد من الأنشطة والعديد من الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويا ريت لو تحدثنا عن نشاطاتكم أنتوا كمصورين في دولة الإمارات. الحقيقة إحنا في دولة الإمارات المضيافة أتينا منذ الثمانينات، يعني يمكن من بدايات النهضة الحقيقية في الإمارات يعني. وأثرنا في هذا الشيء بما حملناه من خبرة ونزلناها في الإمارات على أرض الواقع، يعني وثقنا الإمارات، وثقنا لهم الحياة عندهم بشكل عام يعني، وأقمنا معارض وأقمنا ندوات للتصوير ودربنا ناس كثيرين يعني. بس في هذه الناحية مسألة المعارض أو هنا هي تتوقف طبعا على حسب مقدرات المصور. صحيح. في مصور يملك خيال، يملك خبرة، يملك رؤية. صحيح. مستقبلية. صحيح. ولا كيف الواحد بيوثق؟ الواحد ما بيوثق كالفوتوشوب يعني بينزل. صحيح. صحيح. وده بيقودني لسؤال، هل أي مصور ناجح؟ يعني هل أي صاحب كاميرا أو يحمل كاميرا هو مصور ناجح؟ لا، هو المصور. ما دور الكاميرا حتى في 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 الصورة نفسها؟ يعني في مصورين قد يأخذ كاميرا احترافية ويصور فيها، وفي مصور قد يأخذ كاميرا ذات إمكانيات محدودة ويطلع عمل أو يطلع صورة معبرة أكثر وجيدة أكثر من صاحب الكاميرا الفوتوغرافية. أنا لو سمح لي الأخ النعمة، تفضل. أقول لك يعني لتاريخ المصور السوداني في الإمارات. أيوة. يعني نبدأ من أخونا جبارة، كان مصور لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان الله يرحمه في الليل ويجعل الجنة مسواه، ثم استمر كل دواوين الدولة وكل حكام الدولة المصورين سودانيين أو أغلبهم. لو سألت السؤال لي ما هي مواصفات، نعم، ما هي مواصفات المصور الصحفي ذات نفسه؟ يعني المصور الصحفي بتلم به عدة أشياء مفروض يكون هو يعني، غير العلم اللي هو الفوتوغرافي والخبرة سلوكه كإنسان. أنت قدامك مراسم، قدامك أمن، قدامك رئيس دولة. الثلاثة مفردات دي أنت كإنسان مصور صحفي مفروض تكون ملمبا إلمام تام، بحيث أنه لا تتعدى أقرب إنسان. تتعامل أنت كواحد منهم. أقرب إنسان للمسؤول مين؟ هو المصور الصحفي. المصور الصحفي. تسمع كثير من الهمسات، بتسمع كثير من الكلام، بتسمع كثير يعني في حاجات لا يمكن تقال، بس انت بتكون عارفه وسامعه يعني. طيب. وده كله بيخلي انه الانسان السوداني مؤتمن على هذه الامانه، فبالتالي بخبرته، بسمعته الطيبه، بسلوكه الطيب، المساله مشت لغايه ما جاءت اجيالنا واجيال. يعني استاذ النعمه،
عمل معرض كان الاسبونسر بتاعه او القائم عليه الجامعه الامريكيه في الشارقه. وده عمل عظيم. ده عمل عظيم جدا. اتمنى هو يكلمنا عنه. انا حخليه الفرصه يتكلم أيوه. عنه بس لانه بيعتز به كمصور سوداني. الجامعه الامريكيه في الشارقه تعمل له مثلا سبونسر للقصه بتاعته او ما اعرف الترجمه شنو انه هاو. فبعدين افتتحوا صاحب السمو الشيخ سلطان. برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح معرض سرد المكان للمصور الضوئي النعمة فرح الخالدي الذي يأتي بالتعاون بين إدارة الفنون بدائرة الثقافة والإعلام والجامعة الأمريكية بالشارقة في المقر الرئيسي بالجامعة الأمريكية. ويستضيف معرض سرد المكان حوالي 40 صورة ضوئية رصدت مختلف جوانب الحياة في إمارة الشارقة انطلاقا من العمارة التاريخية والتراثية التي تمثل هوية الشارقة العمرانية وصولا إلى الصروح الحديثة والبنى المعمارية الجديدة من ساحات وجامعات وجسور ومرافق معمارية وأسواق ومحميات طبيعية. كما شملت مختلف الأنشطة الإنسانية والاجتماعية والمهرجانات الإبداعية والمشاركات الفنية الخارجية. وتأتي في مقدمة هذه المجموعة الصور التي رافقت صاحب السمو موثقة حضوره في الأماكن والتظاهرات والفعاليات المختلفة. يذكر أن المصور الضوئي النعمة فرح الخالدي من مواليد السودان عام 1958، عمل كمصور صحفي بوكالة أنباء السودان منذ عام 1976 وحتى عام 1980، ثم عمل في وكالة أنباء الإمارات وام منذ عام 1981، وانتقل عام 1990 إلى إمارة الشارقة كمصور منتدب في مكتب سمو الحاكم حيث يعمل حالياً. أنا كمان برجع لنفس السؤال، هل المصور كل مصور ناجح مثلا؟ هي الصورة وجهة نظر وإحساس. وجهة نظر لكل واحد وجهة نظر، يعني أنا شايف الصورة كده. تقصد يعني قد يشوف الطرف الثاني نعم أنها هي صورة غير جميلة؟ أيوة نعم، قد يشوفه واحد جميلة وغد، لكن إذا اتفقوا ثلاثة أو أربعة بأن الصورة هذه جميلة معناها وجهة نظرك مقبولة، معناها صورتك مقبولة يعني. مقبولة أي نعم. فهذا بالنسبه ل ل ل للسؤال الاول. طيب بالنسبه للمعرض، بالنسبه للمعرض اي انسان بيكون او اي مصور تقريبا بيكون عنده يعني حب لبعض الاشياء. يعني انا مثلا في دوله الامارات انا معجب او محب جدا جدا للصحراء وطبيعتها يعني جميل بشكل لا يتصوره انسان. يعني باخذ سيارتي بطلع بشوف الصحراء وبمشي باخذ عيالي وبخيم في الصحراء يوم يومين. فده دي اشياء بتحسسك بالحريه في نفسك وبايه يعني الصحراء بتديك بعد انساني عميق جدا جدا، بتعطيك راحه، بتعطيك بيحصل انك تاخذ صوره وترجع تكتب عنها. فاخذ لا انا يوم اخذ صوره اصلا الصوره قبل ما اخذها بتكون هي بخيالي هي يعني موجوده. لا انا اقصد انك طلعت الصحراء مثلا واخذت صوره معينه ترجع البيت تكتب قصه وتكتب حكايه للصوره. انا الكلام ده بيقودني لسؤال لحيدر الاستاذ حيدر في انه حكايه صور، في صور كثيره معبره لرؤساء قد تكون قبل عشرات السنين ولكن صور لحد الآن موجودة وحكاياتها موجودة وقصصها موجودة لحد الآن والناس بتتداولها بشكل طبيعي. هل المصور ممكن يأخذ صورة ويرجع يكتب عنها حكاية بحيث أنه تكون للذكرى وتكون كتوثيق؟ طبعا توثيق هي هذه. أيوة. نعم هي لا غير توثيق بالصورة، توثيق بالكتابة مع الصورة. هي نعم نعم هي الصورة نفسها ترجمة الصورة ترجمة للحاجة اللي انت حاسيها يعني. طيب فهي ترجمة معناها هنا معناها الـ 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 الإحساس بتاعك ده صدقه من عدم صدقه إن الصورة هذه مقبولة للناس يعني. صحيح نعم. طيب أستاذ حيدر لو تتذكر نماذج لصور فيها حكايات. الله يتذكر صورة لمنتخب الإمارات جميل. كانت في نهائي كأس آسيا في الرياض وكانت مدينة الملك فهد في افتتاحها. فكان خيالي للصورة في
في لحظة لا يمكن أي مصور يقدم على دخول الملعب. يا سلام. فعشان ما أعمل تغطية لنفسي استأذنت من الأمن المسؤول عن الملعب في أنه هل في إمكانية؟ ففي السعودية حقيقة يعني ما أعطوني الفرصة أو يعني وضعوا عقبات. فمرت 4 سنوات كنا في مدينة زايد الرياضية، ولحسن الصدف كانت نفس المباراة بين السعودية والإمارات. فالصورة دعبت خيالي. يا سلام. وقلت لازم أنفذها بأي طريقة، اللي هي في حاجة اسمها الفيش آي، في حاجة اسمها الفيش آي أو عين السمكة. أيوة. فاللحظة اللي بيكونوا اللاعبين فيها مع بعض دي لحظة حميمية جدا جدا. أي إنسان بيتفرج على الملعب ما ممكن يعرف الناس دي بيقولوا شنو. في ناس بيتخيلوا بيقولوا بيشيلوا الفاتحة أو بيقولوا القرآن أو بيدعوا أو إنهو. ده اللي حصل. فأخذت الكاميرا، طلبت من كابتن عدنان الطلياني في اللحظة ديك إنه لو سمحتوا اللقطة دي بدل ما تعملوها في نص الملعب خلوها في الكورنر. طيب ليه في الكورنر بالتحديد؟ في الكورنر بعيدة عن الأمن، بعيدة عن الحكم، لأنه خلاص الحكم صفر واللاعبين تصافحوا، وهي لحظة لا يمكن أي إنسان يدخل فيها الملعب إلا يكون لاعب أو حكم. وفعلا استركت من تحت اللاعبين اللحظة دي، فعملت الصورة. أنا بصور كنت فرحان كمية بتاعت فرح إنه أنا أحقق هذه الأمنية. واحتياطا رحت لافي الفيلم، في ذاك الوقت كانت أفلام، رحت لافي الفيلم حطيه في جيبي وطلعت. طبعا بمجرد ما طلعت استلمني الأمن، لكن لحسن الحظ إنه المسألة يعني مرت بسلام. نعم. الحمد لله. أستاذ النعمة، في نماذج في بالك؟ والله نماذج لصور فيها حكاية عاشت سنين طويلة، حتى لو كانت صور شخصية أو صور. والله نعم في مجال في, العمل في, في في نموذج. كنت في لبنان في مرة من المرات، ذهبنا لبنان ومشينا منطقة في جنوب لبنان، منطقة اسمها حبشيت في الجنوب. فالصورة اتخيلتها، طبعا احنا موجودين هناك، الإسرائيليين ضربوا نار على الجهة اللي احنا موجودين فيها. فكان في بيت اتحرق بالنار وراي. أيوة. وفي نفس الوقت كانت في مرأة بتعمل عندهم الخبز رقاق كبير. أيوة. كده. أيوة. وبتلوحه كده وبتحطه. فاللقطة جاءت بمعنى صنع الحياة في وقت الموت. يا سلام. يا سلام. نعم. فهذه اللقطة لن أنساها على الإطلاق. جميل. بعدين لا نذهب أبعد من ذلك. فنحن نرجع تاني لقصة الصورة عندنا في السودان مثلا. جميل. يعني مثلا لما يتكلم مثلا الحردلو يتكلم في بداية أيام خريفية جميلة جدا جدا كهذه الأيام، يعني وأعتقد صحيح. كأيام العيد. صحيح. هذه العيد السعيد على الناس. فكان يتكلم عن 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 صورة بتاعت نزول المطر. جميل. جمع في نزول المطر ده كل الخير الموجود على وجه الأرض وجمال الخير، وربطه بمحبوبته والطبيعة. وبالطبيعة طبعا وربطه بمحبوبته يعني. يا سلام. فبكام قال الشم خوخت وبرد الليالي الحرة. شوف الخيال. والبراق برق مين منا جاب الجرة. يا سلام. شوف عين الصقر بجناحه كفت الفرة تلقاها أمشليخ الليلة مرقت برا. صورة واضحة. صورة واضحة هذه جداً. فيها يعني إبداع وعبقرية بشكل رهيب يعني. والقلوب ماله في هواك وشوق
مشاهدينا الأعزاء مرة ثانية، وما زال حديثنا مستمر عن التصوير الفوتوغرافي وعن نماذج الصورة الفوتوغرافية. أستاذ حيدر فؤاد، نحن في الفاصل خطر على بالك واحدة من النماذج. والله هي أبيات شعر جميلة قريتها في 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 رونق الشباب لشاعر. هل رونق الشباب؟ أيوة. نعم. كويس. نعم. 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 للشاعر. متى بتقول له متى رونق الشباب؟ فكان عايز الحقيقة يعد لحبيبته موعد. فنحن نقول عايز يعد لها متكأ. فقال لها بجيب ورود من كل بلاد. بجيب ورود؟ بجيب ورود من كل بلاد وشيل من الليل كم نجوم. يا سلام. بين كل وردة ووردة بزرع نجمتين. بسوي من القمر باب. أجيب وسادة من السحاب. أفرش رموش العين درب. يا اخوانا فنان بحب الله. يا سلام. يا سلام. لكن دي من اصعب الصور دي. نعم. نعم. يعني تلاحظ ان هي صور الخيال، يعني صوره فوتوغرافيه انت ممكن تبدع فيها. يعني هو جمع الطبيعه في الارض. نعم. نعم. هو شال من الليل كم نجوم والقمر، وسوى القمر باب، جاب وساده من السحاب، فرش رموش العين درب، فكون لها متكأ زي ما يقولوا الجماعه
فعلا تستحق انها توفي بالموعد. يا سلام يا سلام. لما برضه قال عم حيدر برضه قال من الخلف جماليها سير ما فيها لقيتها وحيده ورديت التحيه عليها. قالت لي تفضل بعرف اجلس ليها والليله الدار هامله غيري وغيره زول ما فيها. كان عارف جروحي مني بتداويها سوت لي جبنه في الحياه المطريه. جبنه معطره وكل الروائح فيها دقت عوده دربوكه وهي براها اللي بتعرف ليها. يا سلام. عامله وغايه كسر الجسم ووجع الراس وقالوا البوره بتداويها. ما دي حصه بسيطه بكريها انا شفتها دبي بتجاره جميع ما فيها. حلو يا سلام. حلو. صوره 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 اوسع. نعم. صوره اوسع. نعم. صور نعم. صور المنظر. نعم. نحن مصور الحلقه دي في دبي لولاة الخليج دبي عالم الجمال. واستاذ النعمه نرجع لمحور مهم جدا اللي هو تزوير الصوره. تزوير الصوره. قبل ما نتكلم عن تزوير الصوره خلينا اسال سؤال. الان وجود الفوتوشوب وكل السوفت وير او كل برامج التحرير الصورة الناس اللي بيستخدموها هم دول بتعد مصورين. يعني الآن أنا ممكن أخذ صورة وعدل فيها غير كل ملامح الصورة وطلع صورة حقتي أنا بالفوتوشوب. هل يعتبر أنا فنان أو أنا مصور فوتوغرافي ولا المسألة بتاخذ منحى آخر؟ الجزء الأول من السؤال. لكن الجزء الثاني هل الصورة المزورة يعني انا ما اعرف انه في ادوات معينه طبعا تستخدم لتزوير الصوره من برامج وغيرها وفي ادوات مضاده بتكشف الصوره المضاده دي الحاجه اللي انا عايز اسال عنها. نعم. كيف نفرق بين الصوره الحقيقيه والصوره المزوره؟ هي الـ 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 المسائل دي طبعا في موجوده. التزوير موجود في اللوحات العالميه الغاليه الثمن. ايوه. فهنا التزوير يعني. لكن في برضه موجوده في التشهير في الصوره. نعم. البسيطه للنجوم وبنسمع كثير انه فنانات. نعم. وفنانين. نعم. طلعت لهم صور وهم ما مدلهم صور وهم ما اخذوا الصور وما اخذوا يعني. نعم. وزوروها من اجل التشهير. هذه بيكون حاجه اسمها بيقولوا عليها المسخ في التصوير الفوتوغرافي. ايوه. المسخ وليس النسخ. وليس النسخ. نعم. المسخ. أيوة. النسخ بتنسخ الشيء نفسه لكن أكيد. المسخ انك بتضيف للشيء أشياء خارجية يعني بتغير المكان والزمان والتاريخ لغرض معين لغرض معين ولا يمكن أن يكون قصد نبيل يعني لهذا. بأي حال من الأحوال هو بأي حال من الأحوال لأنه أوكي. هذا التزوير لا يمكن أن يكون لقصد نبيل يعني أو لخدمة إنسانية بعمل الواحد. بالعكس هذه من ناحية فيها إجرام. عشان كده عملوا حاجة اسمها الملكية الفكرية. أكيد. الملكية الفكرية برضو في الصور يعني مش في المقالات ولا في الكتب ولا في هذا ولا في. لكن الآن تعددت وسائل الإعلام وتعددت وسائل برامج تحرير الصور وأيضا في عدد كبير من برامج اللي هي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيره وغيره. الآن الصور بتتداول بشكل غير طبيعي في المنتديات وفي لمحة بصر ممكن أنا أخذ صورة لشخص ما وأزور فيها وأعمل فيها من غير ملكية فكرية ومن غير ملكية فكرية قد تكون في الواقع تكون في الدولة أو تكون في كذا. لكن في التواصل عبر الأسير ما في ملكية فكرية موجودة. الكلام ده بيرجعني لسؤال أنا كنت عايز أسأله في بداية الحلقة. لأي مدى الصورة لها أدبه؟ يعني أنا بتكلم عن المصور المحترف. متى يلتزم المصور المحترف بأدبية؟ أنا إذا صح التعبير أنا ما أعرف كيف المسمى لكن متى يكون حريص ويكون أمين ويكون بأدبية مهنية. أيوة يعني بأدبية مهنية. نعم. في اتخاذ الصورة قد يروح. نعم. المصور وياخذ. نعم. صورة ولكن عنده الحقية في أنه هو إذا كان ما بيتحلى بالأشياء دي ممكن يطلع الصوره بشكل غير لايق او غير محترم. وانا اذكر معلش انا قاطعك اذكر النموذج واحده من الصور تكلمنا فيها نحن قبل الحلقه للشيخ سلطان سمو الشيخ سلطان حاكم الشارقه. في طفل انت قلت لي يا ريت لو تحكي لي عن. نعم. النموذج. نعم. ده, ده ده نموذج انت طلعت الصوره بامانتك كما هي. نعم. لكن قد يكون مصور ثاني بيطلعها بشكل اخر. اوكي ده جزء ثاني من السؤال. لكن الجزء الاول اللي هو امانه المصور او ادب المصور في اتخاذ الصور واخراجها بالشكل هو شوف بالمناسبه هي التصوير نفسه هي مهنه اخلاقيه راقيه جدا. جميل.
فلا يمكن أن تجد مصور يقال له مصور فعلا إنه يزور أو يأتي بأشياء بعيدة منها. ما الصورة دي؟ الصورة شو هي؟ الصورة دهشة، هي دهشة أو لحظة دهشة. صحيح، الصورة هي لحظة دهشة. ف كيف انت بتصل مثلا عندي في هذه الصوره مثلا اللي انت تفضلت وحكيت عنها، هذا الطفل يعني بشكل اصله لا يمكن ان يفكر انسان بانه ممكن يعمل هذه العمليه. يعني الولد صغير جدا جدا، حكايه بتاعت 5 سنين أو 6 سنين عمره، فجاي جنب حاكم الشارقه، نحييه يعني الرجل الفنان الأديب الإنسان، نحييه على من 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 هون من هذا المكان، يعني على مجهوداته، حتى في على مجهوداته في في التراث وفي الثقافة وفي في 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 الحضارة وفي نشر الثقافة العربية بشكل صحيح، في نشر الثقافة العربية وفي نشر الثقافة الإسلامية. صحيح، في في والاهتمام بالمبدعين. نعم نعم، بكل واهتمامه بالمبدعين، وهذا الكلام كان من 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 عشرات السنين. صحيح، يعني الرجل لم يكل ولم يمل. صحيح، في 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 تهيئة المناخ، وفي تهيئة الجو، وفي تهيئة المكان عشان الإنسان يبدع، عشان الإنسان يتقدم، عشان الإنسان وهو رجل فنان بكل المقاييس. الصورة وليدة اللحظة. الصورة الطفل الصورة كانت وليدة اللحظة، وكانت الولد كان ذكي جدا جدا، يعني كان صاحب السمو كان يحمله في كتفه. فجي طبعا بيسلم على الجماعة كلهم، نزل الولد وعلى أساس إنه يمشي خلاص عشان جاي وراه واحد. الولد عمل دخل تحت العباءة بتاعته ويتلحف بالعباءة وبقى مطلع جزء من وجهه بس. يا يعني يا سلام. فهذه الصورة طبعا في المعرض عندكم إن شاء الله. إن شاء الله حنشوفها، نحن حنشوفها عندكم أكيد في أكيد المعرض. عايز أقطعك شوية الصادق، بس عايز أكون مزيل لثانيتين أستاذ النعمة. أوشي في ناس بيصوروا أوكي بيكونوا برا حلوين في الصورة، بيطلعوا شيء يعني. أنا واحد الناس بطلع في الصورة شيء يعني. ما برا حلو. اوكي برا برا حلو. خلي في حاجه ثانيه كمان بيقول لك شو بيقول لك، يعني تصور في واحده طفله يعني ممكن يطلع لك بعد 20 سنه يكون شكلها كيف. الكلام ده صح ولا لا؟ يعني ممكن تكون مثلا بعد 20 سنه يقوم يصورها يكون هذا ربنا اللي يعمل كده، فقط ربنا اللي يعرفها بعد 20 سنه كل شو حتكون. لكن انت مهما تبلغ بالخيال، الخيال محدود، الخيال محدود والحرية محدودة في عقلك يعني وفي جسمك أنت كإنسان، الحرية محدودة فيك يعني، أنت ما تقدر تعمل إلا ما يعمل الإنسان. لكن صحيح، في أشياء لا يمكن تعملها، وهي الأشياء في المستقبل كلها بيتولاها ربنا بنفسه. ودي كلها بتدخل طبعاً في توقعات أستاذ النعمة. الله سماحة برا وجودي على جوك بعد. نعم. إحنا نرجع لأستاذ حيدر فؤاد، هو كان عنده تعليق، أنا قاطعتك في الأول. أنا كنت أدار أضيف إنه تفضل. يعني في ميثاق، اول حاجه شرف صحفي، ميثاق الشرف الصحفي يعني ما بيسمح لك بالتجاوز واختراق حريات الاخرين. بالتأكيد. في صوره انت مفروض تستاذن من الانسان اللي عايز تلتقط للصوره، بالذات لو عايز تنشرها، يعني لابد يكون عندك اذن من شخصه. وفي صور اخباريه، اذن للتصوير وبعدين اذن للنشر. لا، اذن لانه الصوره دي انا حنشرها. آه. او تسمح لي اصورك عشان انشرها، عشان انشرها اي كان اي كيف نوع من الادب تستخدمه. طيب. فانه يعطوك جرين لايت. أيوة. او كل واحد اي نعم. طيب. لانه في صور للنشر وفي صور غير النشر. اي نعم، وده برضو بيرجعنا لاخلاقيات ودي امانه مهنيه طبعا. صحيح. ما في اثنين ثلاثه. صحيح، لانه في النهايه ممكن تكون معاقب على صوره، يعني ممكن. صحيح. صوره تدخلك في اشكاليه قانونيه. صحيح، ما في اثنين ثلاثه. فالواحد عشان ما يدخل في المساله دي بحاول انه يكون يعني مهذب في التقاط الصورة اللي عايز ينشرها، بالذات إذا كانت الصورة مغرية. ورجع لي كلام الأستاذ، أي ما في حاجة اسمها شين، إنسان قبيح دي ربنا ما خلق. يعني حتى القرود بتغيب مسابقة جمال. القرود بتجتمع بتعمل مسابقة عشان يشوفوا أجمل قرد منه. أوكي؟ فالإنسان المصور اللماح بيعرف وين الزاوية اللي ممكن أبرزك بها كإنسان جميل. فدي عميني ما شفت تنشيد حلو على العين الفوتوغرافية. تعالي انا وحطلعك حلو، تعالي النعمة حيطلعك حلو، ما عندك اي مشكلة. فدي كلها يعني على العين الفوتوغرافية، لانه العين الفوتوغرافية بتختلف عن العين العادية.
أي مصور فوتوغرافي بيصليك بيعرف كمية الضوء النازلة في وجهك بالجهة اليمين، بيعرف الضوء القليل في وجهك بالجهة الشمال، فبالتالي بيعرف التفاصيل الجمالية في وجهك. صحيح. إن واخده شفافة غليظة حامشي فوق، شعرك عنده صلاح حامشي تحت، عيونك كده حامشي يمين، ما عندك مشكلة. أنا كمصور بعرف يعني، بالذات في عالم، خليك من الرجال، الرجال ما ضروري يكونوا جميلين، ودي مسألة في عالم المرأة يعني، ايوه عالم الجمال الحقيقي، عالم الجمال الحقيقي يعني دلوقتي في ناس مبدعين في المجال ده، لانه التصوير ذات نفسه عده اشكال. يعني في مصور شامل بس ما بيكون حريف في كل شيء، يعني في مصور متخصص في الوجه النسائي، صوره غلاف مجله بشيال ولا بدون شيال؟ بشيال بدون شيال، ده تخصصه. الجوطه الكديده لما تطلع سمحوا، ده تخصصه هو، يعمل لها بودره ما يعمل لها بودره، ايوه هو بيعرف من وين زاوية الجميلة، لو كانت ببودرة أو بدون بودرة، جيب واحدة ما عاملة أي حاجة وضو بس. أيوة يعني بس. أنا السؤال اللي عايز أسأل، المكياج ما بيغير في الصورة؟ أكيد بيدي ملمح، بيدي ملمح جميل للبيت، ما في اثنين ثلاثة المصور يعني. أسهل دلوقتي لاحظ أنه يعني ما في بنت بدون مكياج طبعا. حتى لو كانت جميلة طبعا. بتطفي لنفسها نوع من المكياج عشان تبين أكثر جمالا. صحيح. وده صحيح. موجود يعني الكاميرا دلوقتي زي ما قلت لك، لو كانت فيها مكياج أو بدون مكياج، طالما أنت بتعرف الملمح الجميل في وجهها معناه أنت نجحت في التقاط صورة ناجحة. وزي ما قال فضل، لكن تأكيدا التقاط الصورة محتاج لزاوية، محتاج لاحتراف، محتاج لإحساس معين نعم بالصورة، نعم ومحتاج لوقت معين. صحيح صحيح. نحن في اللحظة دي نحييكم أنتم كمصورين، ونحيي مصورينا الأستاذ هشام أبو عكر والأستاذ عبد السلام، أهلا وسهلا. وهم حقيقة يعني بيبذلوا مجهود كبير في أنه يأخذوا صورة ويأخذوا زاوية ويأخذوا صورة، لكن صورة متحركة. أهلا وسهلا. وده بيقودني لتساؤل الفرق والإحساس في الصورة الثابتة والصورة المتحركة، وده نتكلم نعم فيه نعم كثير. الفرق طبعا شاسع جدا. أيوة. فرق بين الصورة الفوتوغرافية، لأنه الصورة الفوتوغرافية أنت بتثبت لحظة تاريخية في وقتها بالثانية. بالثانية. غير الفيديو أو السينما أو الكاميرا المتحركة مثلاً، هي بتصور بتشمل يعني بتدي لك مثلاً، أنت بدل ما كنت بتفتش لإنسان في لحظة أو في ثانية محددة، أنت بتحصر الإنسان في هذه الحتة يعني، في هذه الحتة الآنية. طيب. وبتاخذ له لقطه واحده، لكن الموفي بتاخذ مثلا في الثانيه 60 صوره للصوره الوحيده. صحيح. اللي انت اخذتها. فانت عندك مجال. هي الصوره المتحركه هي مجموعه من الصور السابقه، مجموعه الصوره المتحركه مجموعه من الصور السابقه. لو سمحنا النعمه، يعني هو في كل ابداعه يعني الكاميرا المتحركه عندها ابداع اكيد. ايوه لانه برضو عندها اللحظات يعني بتحس انه المصور ده مبدع في هذه اللحظه، حتى لو اخذ عده فريمات. صح. التصوير الفوتوغرافي هو فريم واحد يعني. اتذكر صوره كانوا بيصوروا فيها حوالي يعني 25 مصور. أيوة. في 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 بيت الشياب او مركز الشياب زي ما بسموه، طفله بتسلم على جدها. طيب كلهم كانوا بيصوروا في اللحظه دي، لكن اللحظه وين الناجحه؟ اللحظة الناجحة لما الطفلة قبلت جدها، جدها أغمض عينيه وهي أغمض عينيها. وأنا لغاية الوقت ما بعرف ليه الناس لما تقبل بعض تغمض. يا سلام. يعني يمكن الشعور بإحساس بإحساس عميق. لا أستاذ حيدر، أستاذ حيدر، أنا ما قصدت إنه الكاميرا الموفي ما فيها إبداع. لا هي كلهم بإبداع، هو أكد على كلامك. وكلهم كله بإبداعه يعني. أكيد. في يعني الإضاءة مثلا، الصوت أكيد. هذه أشياء كثيرة جدا جدا. وفي جانب وفي جانب آخر نحن حنرجع له بعد ما نسمع من أميرة، اللي هو الفرق بين الصورة الفوتوغرافية والفن التشكيلي. وده أستاذ النعم حتجاوب لنا على السؤال ده. وأستاذ حيدر يا ريت لو تذكر لنا مواقف طريفة، ولا نسمع امير ونرجع عليك على بال ما تتذكر. والله ما معلش اسمع امير بعدين. خلينا نسمع عمل من امير وبعدين نرجع لك. تذكر لنا مواقف طريفه في وقت تكون ما طريفه يعني، ما شرط لا لكن لا نشوف لا نشوف الجانبين يعني. انا متاكد المصورين ديل. تفضل امير نسمع.
بص سبحان الله التصوير الفوتوغرافي عموما في السودان عندنا الاستاذ نعمه وعندنا الاستاذ حيدر يعني بص سبحان الله يعني من قديم الازل يعني يعني من هيك نشوف التصوير عموما التصوير الفوتوغرافي يعني سبحان الله يعني هو يعني هذا من ربنا و حاجات بدينا ربنا بالتالي يعني نحمده في الشهر الكريم والناس كلنا صوم طيبين يعني لازم الناس يعني لازم الناس تواصل على هذا الابداع وهذا التفكير ونحن في معيتنا يعني الاستاذ نعم والاستاذ حيدر ربنا ان شاء الله لما نسعد خير وقول لهم كل سنه وانتم طيبين امين امين شكرا جزيلا عمرك تحيه للداعي عمرو خالد و فنرجع لسؤالنا استاذ حيدر حكايات ومواقف اثناء اتخاذ الصوره هي الصوره قد تكون في لمحه بصر زي ما تحدثنا عنها ولكن قد احيانا تجد ما يعترض طريقك وقد تجد ما يفوت عليك الفرصه في اتخاذ صوره قد تكون للتاريخ لو ذكرت لنا نماذج او مواقف بدي اقول لك واحده من الصور الطريفه جدا فكنا شغالين على موضوع حدائق فجأة الهمت الدنيا ونزلت المطر جميل. في اللحظة دي كان واحد من العمال قبل ما تنزل المطر مكلف برش الحشيش أيوة. فلما نزلت المطر الشيء الطبيعي انه يرمي القرطوس ويمشي خلاص الراجل راح ماشي جايب له شمسيه ماسكه وماسكه يعني صراحه الصوره كانت دهشه الصوره كانت دهشه الصوره الجميله ارجع لما تنجح صوره يعني يعني الواحد بيتعرض لمواقف كثير بيحتز بها مثلا استلمت هديه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد فعاين للصوره فقام قال لي والله كفيت ووفيت وانتوا اهلا لذلك كفيت ووفيت دي عرفتها حقتي انا اهلا لذلك عرفتها للجنسيه عرفتها للجنسيه على طول عرفت انه قال لي يعني هاي انتوا هون فيكم فدي كلها انسان الواحد بيحتز بها انه انت قوميتك تقدر ترفع من مقدره وانه ودي واحده من الحوافز أي نعم نعم بتشحننا على سنه نبدا فعلا هذه واحده من الحوافز اللي بتخليك انت تبدع صحيح وبتخلي يعني ثقه الناس فيك انت في هذه الحاله ما بتضيع ثقه الناس فيك على الاطلاق انت لازم تبدع يعني هذا الكلام بالمناسبه يدفعك دفع للابداع ويدفعك دفع للتعامل بامانه وبمصداقيه يعني هي لحظه الحقيقه هذه صحيح فلحظه الصدق ما في مجال يعني انسان بحطك انت زي ما قال الاستاذ حيدر بانه انت بتكون على بعد 3 أمتار من اي مسؤول حتى وضيفه يعني حتى ناس يكونوا يعني دول كبيره جدا صحيح. انت بتكون هنا اذا انت ما وصلت لهذه المرحله ما بتكون وصلتها عفو الخاطر يعني صحيح. لانه في مليون واحيانا تكون في مليون واحد وياك لا يفضلك انت اللي تمشي يعني اتصل في فلان يا اخي فلان جاي فلان روح انت امشي واحيانا تكون في موقف اتخاذ القرار واحيانا تكون في مواقف حساسه جدا قد يكون ما يعلم شخص بالمعلومه غير يعني هذه صحيح. وبعدين هي 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 الصوره زي ما قلنا هي احنا اذا تحدثنا عنها لن نوفي في جلسه او في حلقه واحده اكيد لانه هي الصوره زي ما قلنا هي لحظه حقيقه بتمارسها انت بامانه وما حد معك صحيح يعني انت فقط ما حد معك صحيح انا عايز ارجع للفن التشكيلي وللفرق بين التصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي اكيد فرق شاسع بيناتهم لكن في النهايه مكملين لبعض تفضل يا استاذ شوف في كثير من اللوحات التشكيليه دلوقتي تقف قدامها يعني بتتبلد ما بتعرف سر المعنى شنو لكن هي حقيقيه أي ايوه نعني يعني ماذا يريد ان يقول هذا الفنان في هذه اللوحه التشكيليه صحيح. فبقوم تكتفي يعني الالوان الوضعها الخطوط اذا ادركت المعنى يبقى انت انسان تفهمت اللوحه اللي احنا في التصوير الفوتوغرافي دلوقتي بنحاول انه بدل ما الكاميرا تنقل واقع والناس تشوف يعني صوره بتاعت واقع لا بنحاول نعمل نوع من التشكيل يعني نزار قباني قال لا كتبت اسمك فوق جدار القمر
نحن قمنا عملنا صورة قلنا لا كتبنا اسمك بمداد القمر. يا سلام. اللي هي انك كيف تلعب بالكاميرا عشان تقدر تعمل، طالما انت بتعرف التقنية، تعرف تقنية كاميرتك، تعرف امكانياتها، يبقى كيف تلعب بالتقنية دي عشان ما تعمل ابهار للناس، بدل ما انه انا اصور الهلال ده كهلال والناس تشوفه كهلال متعته ما بتكون كبيرة. صحيح. لكن انا لما اشكل الهلال واكتب باسم فلانة انا افتكر دخلت عالم التشكيل بصورة وازعة، يعني بصورة جميلة. اكتب باسم فلانة دي برضو بيقودنا لحديث الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي. احيانا نشوف الخط العربي في اشكاله المختلفة في شكل صوري وليس شكل الخط اللي هو العادي. نعم. قد يكون في سخرفة بطريقة معينة، أو قد يكون في تشكيل لمثلا لاسم الجلالة يعني بالضبط تنطق الحرف وتخليه في شكل نعم صورة. نعم. هذه الصورة اللي تعنيها هذه بتاعت الخط العربي، هو طبعا للحقيقة إنه الأجمل الخطوط، أجمل الكتابات، أجمل اللغات اللي تتكتب هي اللغة العربية. يا سلام. نعم، هذا بشكل كامل. جمال هذه الخطوط، يعني مثلا أنت عايز تحكي مثلا عن 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 عن, عن حالة إنسانية، أو تكتب حاجة إنسانية مثلا، أو تكتب حكمة، أو تكتب طرفة، أو تكتب أي شيء، أنت ممكن تعمل الطرفة من خلال الحرف. صحيح. نعم. صحيح. فهذه الخاصية بتاعت الخط العربي. صحيح. إنما التشكيل هو ليس يعني الخط العربي طبعا محكوم بقوانين، وأحيانا بيستفيد من التشكيل في محكوم في نعم بيستفيد من التشكيل، بيدخل بيعمل خلط بين التشكيل وبين الخط العربي. الخط العربي في أن يطلع في صورة في نفس الوقت يطلع صورة، مثلا يكون عايز يتحدث عن خلاوة وعن إيه وعن إيه، يرسم الخلوة ويرسم المسجد أو يرسم الشيء. صحيح. أستاذ حيدر عندك إضافة؟ أفتكر من حقه الفنان يعني يلي كل المجالات، يعني خط عربي ممكن يدخل في تشكيل ممكن يدخل في خط عربي، تصوير فوتوغرافي ممكن، لأنه أنا أفتكر التصوير ذات نفسه ظلم يعني. طيب. الناس في مسألة التصوير دي عايزة لسه تعرف أكثر. صحيح. وأكثر صحيح. وأكثر. ونحن إن شاء الله حنشوف حلقات تانية ونحاول نتكلم في التصوير الفوتوغرافي أكثر، لكن سؤال أخير وجواب في 10 ثواني. المصور الفوتوغرافي ممكن يكون فنان تشكيلي ومصور فوتوغرافي وخطاط في نفس الوقت؟ والله إذا كان عنده الإمكانيات، عنده الإمكانيات ولا عنده الموهبة والقدرة وربنا وهبه هذه الموهبة، أكيد يعني ممكن. أي رغم إنه أنا طبعا يعني ميال للتخصص، أنا بميل للتخصص، لكن ممكن تهبش التشكيل، ممكن تهبش الخط بجانب التخصص الفوتوغرافي اللي عندك. جميل. سعيدين جدا بهذه الحلقة وأشكركم شكر جزير. عندك إضافة؟ تفضل. والله هي الحقيقة مش إضافة، أنا عايز فعلا أشكر قناة أم درمان العملاقة وصاحب العملاق حسين خوجلي صديقي، له التحية. وله التحية من هنا أستاذ حسين خوجلي، لك التحية يا إنسان مبدع فعلا، لأنه هذه القناة يعني مع حداثتها وجدنا فيها كل شيء، وجدنا فيها على الإطلاق، وجدنا فيها الجرأة، هذه القناة ولدت جريئة. يا سلام. فشكرا لكم، ونتمنى مزيد من التقدم إن شاء الله، وربنا يسدد خطاكم. ونحن كمان بنشكرك ونشكر ضيفنا الأستاذ حيدر فؤاد مدير قسم التصوير بصحيفة الخليج الإماراتية، ونشكرك الأستاذ النعمة المصور بوكالة أنباء الإمارات منتدب لمكتب سمو الحاكم الشارقة الشيخ سلطان. نشكرك أيضا الفنان خالد عبد الرحيم والفنان الكوميديان أمير أحمد، لك الشكر الجزيل. شكرا جزيلا مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة، إلى حلقة أخرى، إلى اللقاء. Thank you.